اطلع من السماء وانظر وتعهدها في الكرمها واصلحها التي يمينك ورستها. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صبحكم بالخير جميعا ويطول عمركم. نحن أحبتي ما تم البارحة في مطرانيتنا في جبل لبنان مع أخينا الكريم والحبيب المطران جورج خضر، نشكر الله عليه ونحمده حمدا جزيلا عندما توجهت بكلمة صغيرة لصاحب السيادة المطران جورج وقلت له: أيها الأخ الحبيب، أيها الشيخ الجليل، أتيناك اليوم لكي نمنحك الوسام، وسام الرسولين القديسين المعظمين بطرس وبولس، وسام الكرسي الأنطاكي. أتيناك لنمنحك الوسام فوجدناه فيك، أنت هو الوسام وأنت هو المعلم. فاتضع، تخشع، خجل واستحى، أحنى رأسه نحو أسفل وقال: هذه التفاتة أعظم من ضعفي. فماذا تقول وبماذا تشعر عندما تقف أمام رجل كهذا؟ الرجل هو رجل الله. اليوم وهو الأحد الثاني من الصيام الأربعين المقدس، ونقيم فيه تذكار القديس غريغوريوس بالاماس، وسمعنا المقاطع الكتابية التي تليت من الإنجيل الشريف ومن رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين، حيث يقول الرسول: وكيف نفلت نحن، يتكلم عن الخلاص الذي تسلمناه من الرب يسوع، إن أهملنا خلاصا عظيما كهذا، الذي ابتدأ النطق به على لسان الرب، وهون بدي وقف شوي، وثبته لنا الذين سمعوه. وأنت أيها المطران جورج، أيها الأخ الكريم، من أولئك الذين ثبتوا هذا وما سمعت. يقول الرسول في المقطع نفسه في الرسالة إلى العبرانيين: علينا أن نصغي إلى ما سمعناه أو تسلمناه إصغاء أشد لئلا يسرب من أذهاننا. نتكلم عن المسيحية، نتكلم عن الإنجيل، نتكلم عن الحياة بالمسيح يسوع العظيمة والراقية والسامية، والتي لا يوجد كلام بشري يعبر عن سموها وعن ارتقائها.
ولكن المهم أن تفرز هذه المسيحية مسيحيين، مسيحيين بشر، أشخاص، مسيحي يحمل في حياته وفي طياته وفي كيانه، في عقله، في تصرفاته، في أقواله، في مشاعره، في أحاسيسه، يحمل هذا السمو وهذا الرقي، ويحيا بموجب هذه الحياة بالمسيح يسوع. قد ما نتغنى عن المسيحية العظيمة، وإذا كان المسيحيون يحيون ليس بموجب هذه المسيحية، فأية دينونة سنكون أمامها؟ نحن نشكر الله كما سمعنا الرسول يقول أن علينا أن نصغي إصغاء أشد لكي نحفظ ما تنزل علينا من فوق، ما سلمنا إياه السيد، وأن هذا الذي تسلمناه عاشه أناس كثيرون، ما كان حكي بالهوى، ما كان نظريات حلوة، ما كان فلسفة وكتب جميلة، ولذلك الرب يسوع نفسه أتاه وتجسد وعاش فيما بيننا وأقام الكنيسة والرسل، وأولئك الرجال العظام عاشوا، تقبلوا هذه الوديعة، وديعة الإيمان، أصغوا إليها، حفظوها، عاشوا بموجبها، ونقلوها كلمة حياة وكلمة خلاص. وفي النهاية بعد أن قلدته الوسام قال كلمة وذكر فيها ما يشابه ما سمعناه في رسالة العبرانيين التي تليت اليوم عن السيد وعن تعلقنا بالسيد، وأن علينا أن نستلم وأن نتسلم ما نزل وهبط علينا وأن نحفظه. وفي الختام صفن ثانيتين وقال وختم وقفل قائلا لكي نفرح، لكي نفرح. نعم، هذه هي رسالة المسيح، هذه هي رسالة الإنجيل، كله يا إنسان لكي تفرح. نحن البشر الذي كل واحد منا يبحث عن الفرح، عن السعادة، لا يريد القلق، لا يريد الهم، يريد السلام. أتاك ذاك السيد لكي تفرح. فقفل بهذه الكلمة لكي نفرح والسلام. وهذا يذكرني بما قاله الرسول يوحنا كاتب الإنجيل في رسالته الأولى، عندما تكلم في الإصحاح الأول الرسول يوحنا يخاطب المؤمنون ويقول عن المسيح يسوع: هذا الذي سمعناه، هذا الذي رأيناه بأعيننا، هذا الذي لمسته أيدينا، بهذا نبشركم. ويعيد ويكرر ويقول: أبشركم بهذا، أكتب إليكم هذا ليكون لكم شركة معنا، ليكون فرحنا كاملا. وهذا ما سمعته البارحة من المطران جور عندما قفل قائلا لكي نفرح. نحن أيها الأحباء
نحن أيها الأحباء نفخر ونتقوى ونعتز بأولئك الأشخاص الذين أخضعوا ذواتهم وللمسيح فقط. وهذا ما أعرفه شخصياً بالمطران جورج. المطران جورج عندما ركع أمام المائدة المقدسة وأحنى عنقه للسيد، لم أعرفه في حياته أنه حنى هامته لغير ذاك السيد. حمل في داخله هموم العالم، فكر بالمتألم والمظلوم والفقير، وكان يشعر به ويشعر بالعالم ومشاكله، وحمل هموم العالم في قلبه وسعى لكي يرفع العالم، ولكنه لم ينغمس في ترهات هذه الدنيا وفي خطايا. نحن نتقوى عندما نرى المسيحية التي نتكلم عنها، عندما نرى الإنجيل الذي نحبه، عندما نتكلم عن السيد الذي نحبه، عندما نرى أشخاصا بيننا مثلنا من لحم ومن دم يحيون هذا الإيمان، يجسدون هذا الإيمان وحتى النهاية. وأردت أن أقول لكم اليوم هذا الكلام وأن أختم بتلك الكلمة التي سمعت، لكي يفرح العالم، لكي تفرحوا جميعا، والسلام.